الله وبركاته. هنور لحضراتكم النهارده ان شاء الله التجليم في عنب صنف فليم، التجليم مبكر ان شاء الله. هنجلم الشجره حوالي من 88 الى 100 عين، وان شاء الله هنوري حضراتكم على الشجره دلوقتي. دبره 2 عين ان شاء الله، هنخليها دبره 2 عين وخمس طرحات في 4. هذا الطرح الاول، 1 2 3 4. طبعا بننظف الطرحات ونشيل الطرح دي، هنحاول نفك الزحمة على الشجرة. ده الطراح الثالث، لو في أي حاجة بنشيلها من على الشجرة بنضافها بنضافها. احنا معانا اداء طراح 2 3 4 5، 4 × 5 ب20، ودبره 2 عين يبقى 22. هنشوف الربع الثاني، دي دبره 2 عين كمان، وده طراح الثاني، الطراح الاول. طبعا هنستبعد الطراح ده لان فيه اصابه. معنا هنا ده الطراح الثاني، وده الطراح الثالث. طبعا ده مش هينفع في طراحات احسن منه، فهنخليه على كعب اهي. الحاجة اللي جنب الهوا دي هنمسحها. ده الطراح الرابع، ومعانا ده الطراح الخامس. حطي طراح هنا برضو نشيله على عين. يبقى معانا اداء طراح 2 3 4 5، الاربعة في خمسة طراح. طبعا طوله اربع عيون، في خمس طراحات ب20، ودبرة 2 عين يبقى 22، 22 و22 يبقى ده 44. ده نص الشجرة، في 2 كمان باقي الشجرة يبقى 88 عين. ده شكل التجليم المبكر في الفليم. في أشكال تجليم تانية هنبقى نعرضها لحضراتكم ايه بالتوالي في الفيديوهات. دي الدبرة، ده الطراح الأول، وده الطراح الثاني، والطراح الثالث، وده الطراح الرابع. ده الربع الأول، الربع الثاني. دي الدبرة، الطراح الأول، وده الطراح الثاني، وده الطراح الثالث، وده الطراح الرابع، وده الخامس. تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.